زكريا الزمراني، عضو جامعي ورئيس فرع كرة المضرب النادي الرياضي الفاسي. النادي الرياضي الفاسي لكرة المضرب انضم خلال هذه الأربع الأيام الأخيرة 24 25 26 27 يونيو 2021 دوري سنوي في كرة المضرب لمختلف الفئات العمرية من 11 14 سنة، ودوري غراد 2 بالنسبة للذكور الإناث. هذا الدوري هذا عرف المشاركة ديال ما يناهز 160 لاعب ولاعبة من مختلف المدن المغربية اللي جاوا يشاركوا في هذا الدوري هذا، واللي ينضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب. دوري الحمد لله اللي عرف واحد النجاح من حيث المشاركة، أيضا من حيث قيمة اللاعبين واللاعبات اللي شاركوا فيه، اللي عندهم تصنيف جيد على الصعيد الوطني وتشاركوا في تظاهرات دولية أيضا. اللي بطبيعة الحال هو الدوري الأول بعد هذه المرحلة الصعبة اللي كانت على النادي وعلى على الأندية كلها اللي مضوية تحت لواء الجامعة الملكية لكرة المضرب. عرف واحد الصعوبات من حيث يعني كان واحد الفترة اللي كان اللاعبين واللاعبات ما كانوش تيلعبوا في هذه المقابلات والدوريات. الحمد لله من ناحية التنظيم كان تنظيم محكم، كانت أيضا احترام للتباعد في إطار التدابير الوقائية ضد كوفيد 19، أيضا التدابير الوقائية عند الولوج للنادي من حيث مراقبة حرارة وأيضا كل ما يتعلق بالسلامة.